الدرايفر لايسن إجازة السوق الجديدة تذكرون من قدمت عليها أونلاين واليوم وصلتني وبيها العنوان مال بيتي الجديد. الإكسباير مالتها لحد 2030 وهاي اكو هنا لون أحمر مكتوب هيجي يعني كتابة صغيرة ناعمة معناته إنه أني من أموت تبرعت بأعضائي كليتها يعني إلهم للدولة للحكومة. وهسه شو نسوي؟ رايحين أنا وفادي لوس أنجلوس راح ناخذكم ويانا عندنا شغل هناك. القيادة يا فادي سلم. أهم شغلة أخذها وياي هو هذا الجهاز الأسوس. عندنا هنا همينة أكل ماخذ وياي بالطريق ومي وإنرجي. بلشت تمطر. هاي صارت مطبخ مو سيارة. إيه. وبنفس الوقت غرفة مال ملابس همينة. إيه. واكن كلازت روم. مال ملابس. اشياء انت تعرفها يعني معلومات اول شيء
تحياتي المتابعين اللي جاي يشوفون ويشاهدون هذا الفيديو. أكيد حلو كلام جعفر بالبداية من حكه إنه دي يقول إنه الناس حذرته أو جاي تنطي كلام وبعض التوجيهات، لكن هو ما سمع إلى كلام الناس، سمع إلى قلبه ويمشي حسب ما هو إرادته. فدائما أحب أقول للناس إنه لا تحكمون على البشر، لأنه كلنا إحنا عندنا سلوك، يعني عندنا أخطاء وعندنا أيضا مشاكلنا، فمو معناته أنه العالم كله مو زين أو أنه من نمصح واحد دير بالك من هذا لازم إحنا صدق نسمع عليهم. ممكن هم الناس يكونون غلطانين أيضا بالعنوان، فلا تحكمون على الكتاب دائما بغطاء، دائما شوفوا الكتاب من جوه. أما بالنسبة هسه إحنا وين رايحين؟ هسه إحنا رايحين إلى فنتورا، تصير فوق بنورث كاونتي بلوس أنجلوس، وجاي يواجهنا ازدحام مثل ما تشوفون هسه هاي اللقطات، اكو ازدحام هواية قدامنا السيارات، وهذا الوقت هو رش اور. فرح ناخذكم جولة بمول تبانجا اللي يصير بفنتورا وقريب على بيفرلي هيلز، وايضا همنا راح نروح جولة بلوس انجلوس داون تاون. فهذا الفلوق راح يكون كلش حلو منوع وايضا للذكريات. اي فيلا اللي طلبه منكم تتابعون، واللي جاي يتابعنا جديد خلي يشترك بالقناة ويفعل الجرس وينطينا اعجاب على الفيديو هذا، ويكتب لنا هم كومنت شنو رأيكم بالفيديوهات اللي جاي نقدمها. والحلو اللي بيه همينة ان شاء الله ما ذكرتها انه هو فاني، هو شخص يعني انه اي واحد راح يقعد يمه راح يرتاح لانه يحب يسولف يحب يضحك. ويعني شلون واحد يقول ماخذ الدنيا مثل ما هي، يعني هو المفتهم الحياة الصحيحة. زين احكينا افادي هسي زين على اسوأ موقف صار بحياتك. اسوأ موقف صار بي هو من كنت اني جاي اتسابق، مو بالحلبة بالفريوي، ومن كنت اتسابق السيارة انقلبت لانه I lost control وصار عندي مشكلة بالسيارة وانقلبت. سبع قلبات طبعا بالسيارة صارت، فعن طريق هاي القلبة شلون واحد يقول لك انضرب براسه وتخبط. فمن طلعت من الباب ما ينفتح، طلعت مع بالهم اني ميت السيارة مقلوبة، طلعت صرت عكس السيارة، يعني بالعكس هي السيارة مو من جوا، طلعت انا بدأت مجرح شوية وهاي طلعت سويت هاي الحركة. ذكرتني بمال حليب ابو غريب، إذا تتذكر هذا الحليب الزجاجي. شايف هذا الحليب الزجاجي مال أبو غريب من تشربه تصير هيك معضل باباي. فأني سويت هاي الحركة، الشرطة والهاي يقولون باوع، قاموا يضحكون قلت هذا شنو هذا، طلع وايلد يعني ما في شيء. يعني أنا طلعت وضربت هذا الدبل، يعني شلون الجون سويت هيك. فبوقتها جو فحصوني وهاي قالوا لي انبليفبل، انت يا اما عاقل يا اما مجنون، يعني انت طلعت من الحادث واحنا جايين وانت طلعت من السياره قمزت فوق وطلعت سويت هيك. ولا واحد صورني يعني طق لي صوره، ظليت واقف ماخذ بوز، يعني الحمد لله انا داشكر ربي بداخلي، يعني اقول شكرا شكرا لله يعني انه انا قمت بالسلامه وهاي ما صار شيء هذه الحمد لله. يعني هاي قبل 7 سنين وهت صرت هيجي. يعني حتى شوف هنا أنا هيات الأثر باوع. ما ليدي ما جرح. هاي شنو كانت السيارة؟ 350Z. مو نفس هاي اللي. لا مو نفسها. بالمناسبة ترى هو مو بس هاي الزي. عندي 4 كان. هو يسوي لهن build from ground يعني. يعني عدة تقريبا 4، 2 من عندهم صادروهم الحكومة يعني الشرطة الامريكيه، ومن يصادروها بعد ما يرجعوا لها يجعصوها. ليش؟ لانه يشيل الكاتات مالتها يلعب بيها، يعني يسوي illegal. زين فذلك انه بطل هو عن هاي الشغلات لان سببت له، يعني هو اذى نفسه ما مأذي احد، هو اذى نفسه بس خسر فلوسه، تكتات محاكم مشاكل وقت جهد كل هذا. اي بس ما أذينا أحد، يعني شوف أكو هواية شباب يأخذون إجراءات غير إنه يسوون شغلات تختلف عن هاي الشغلات. ذكرت بالمناسبة ترى فادي يوتيوبر، يعني عنده يوتيوب تشانل بس كتبوا فادي طيارة على اليوتيوب راح تطلع لكم قناته،
عدى فيديوهات ذاك اليوم متت آني من الضحك، قاعدين آني على الكمبيوتر مالتي ونشوف من لبس ديناصور طب للمول. جو الشرطة والسكيورتي والأطفال يرعبون. تذكر شفت الأطفال؟ إي إي والسكيورتي بحيث نام كل بين نام وحل الشي مالين نام مالين نام داك ديناصور طبل الأيام غادزلا يسموه غادزلا، هذا الياباني غادزلا طبلهم. أوه ماي جاد. وهسه وصلنا للمول، هذا يعتبر أحد أكبر المولات في مدينة لوس أنجلوس، فخلي ندخل جوا ونشوف لكم وياه. تعالوا وياي، هاي بداية المول. تخيلوا حتى أكو تارجت اللي هو هذا على اليمين داخل المول، ما هلقد كبير، وحتى الجراج مال السيارات يمكن 7 طوابق أو 8 أنا شفته كلش عالي. وهذا أول محل راح ندخله نوردستوم. هاي الجنطة سعرها 1450 دولار، هذا الحزام ب$700. شوفوا هاي السترة سعرها 3000 دولار، هذا السعر. هذا شكله كلش عجبني بس ما عليه سعر، اعتقد هذا ما يتقدر بثمن. بولاية كاليفورنيا من البس هيك قماصل يعني كلش ثخينة، بس خلينا نشوفكم هاي سعرها جيد، 3790 يعني يصير ب$4000. حكيلهم على هذا البودي ب$5690 يعني بسعر سيارة 5690 يعني ب$6000 ويا التاكس. يدور على زوليه سعرها شقد؟ 3200. داخل المول كلش حلو، مغلق هو بس تشوفون هاي السقف شقد حلو. هذا لوي فيتون، شوفوا السكيورتي شقد اكو جوا يعني ذولا الامن. هاي AMC ماكس سينما، وهي مجموعة مطاعم، فقررنا أنا وصديقي فادي نروح على هذا المطعم نأكل منه. هذا اسم المطعم توبانكا سوشال. الأجواء كلش حلوة بهاي المدينة. يا لا هذا المكان كلش حلو، هذا شوف شوف هاي شجرات شلون مخلين بها إنارة. راح نتعشى بهذا المطعم. قلت الفادي اطلب لي اكل، طلب لي هاي الساندويتش مال خس بس غبروات. ايه صحكم تجربون هذا الهوت كوكا الا رهيب. ما اختلفت وياك فادي، الطعم طيب مال الدجاج بس ما بيصمون يعني هيك تاكله، اذا يخلص الخس راحت عليك بعد ما تقدر ايش تسوي. انا قلت لهم هسه انا هاي بقت هيك ما اقدر اسوي اي شيء. وهسه قدامنا 150 ميل يعني ساعتين ونص تقريبا. هاي البالكونه اريد ارتبها، اريد اشيل هذني النشرات ما احتاجهن، ونجيب كراسي حلوه هنا نخليها، ورد زرع، شيل هاي الباربيكيو خلصنا منها، لانه مثل ما تشوفون البالكونه مثل ما تشوفون البالكونه كلش كبيره حلوه، وحتى الفيو اللي قدام البيت كلش حلو. شوفكم هاي الجبال، الله شوف. تعال مو قص طب جوا البيت، يلا طب طب روح روح. منا هذا تيه، هذا الامونجاس تيه، تعال حبيبي تعال ابني تعال ابني. طب ده انقلب. Today is gonna be a big day بالنسبة إلي، يوم راح يكون يوم عظيم لأنه راح يصير أكو تغيير أنتظر هذا من زمان. اشتريت PC ديسك يعني ميز مال كمبيوتر، الحلو البي هذا بمجرات كلش هواية الحقيقة، غراضي يعني ما أعرف بيهن وين، عندي هواية غراض، عندي بطاريات مال كاميرات، عندي 3-4 كاميرات بس مطشرات بأماكن. ليش؟ لأنه هذا الديسك اللي دا تشوفوه قدامكم، شوفوا ما بمجرات، بمجر واحد، وخلنا نشوفكم شنو الموضوع مالته. شوفوا الفوضى اللي صايرة هنا، هاي كليته طبعا أشياء تفيدني، يعني على سبيل المثال هاي بطاريات مال كنترولر، عندي هذا الكام لينك هذا مال الكاميرا اللي أقدر أسوي عليه بثوث مباشرة،
وبأربط الكاميرا مالتي السوني على الكمبيوتر. عندنا نظارات، عندنا مثلا هذا بلوتوث، يعني هاي كلها شغلات هاني تفيدني، بس شنو ضايعات هنا بهذا المكان. وهاي الهوس اللي هنا اللابتوبات، واكو غراض همين هنا بهاي المجارات. وهذا شكل الكمبيوتر ابدا ما عاجبني، لانه اشوف انه صار قديم هذا الشيء، انه اكو اشياء احلى. اليوم راح تشوفون اقوى ديسك بالعالم. لا حد يجي يقول لي لابسه بالمقلوبي، لا لابسه صحيح، بس هو النقشه مالته هيجي. صار لي تقريبا 3 ايام ما واصل للجيم، انا متقصد ما اروح، لانه حبيت اخذ راحه جسمي، تعرفون بين فتره وفتره واحد لازم يرتاح. فكانت استراحه لمده 4 ايام، وهسه لازم اروح للجيم، لان حسيت بنفسي انه صدق مشتاق للجيم، اريد اروح، فخلي شغل السياره واروح. الفتره اللي فاتت اكثر شيء جاي استخدم فلوس كاش، هسه سحبت 1500 اخليهم يعني بالمحفظه، استخدمهم بدل ما استخدم الكريدت كارد او الفيزا كارد. شفت نفسي انه انا اسيطر على فلوسي اكثر بالكاش. جربوها، هاي الشغله راح تفيدكم كلش هواي. انا فادتني انه يعني اعرف ايش قد جاي اصرف، ايش قد بقى عندي بالانس، والفلوس اللي بالفيزا كارد هي تبقى نفسها، وبالكريدت كارد تبقى نفسها. بوبو ما اعرف ايش بيشيت، شو تقول بوبو؟ انا راح نوفر فلوس نشتري شغلات، نشتري شغلات. وفعلا يعني انا قلت اليوم لازم اروح اتسوق، نشتري كاندي وشغلات وجوس. هسه خلي تجي نرمين وميمي وروح. شغلة جدا مهمة نسيت اقول لكم اياها، تابعوني على الانستغرام، حسابي موجود بصندوق الوصف. دائما انا انزل ستوريات، يعني لانه الفترة اللي فاتت كل 4 ايام 5 ايام انزل فيديو، بس مستمر وياكم على الانستا. حان وقت غسل السيارة واخيرا من بعد 7 ايام. بوبو جاء عن طينا شبس. المكان يبعد 21 دقيقة. هذا المكان اللي اشتريت من عنده التيبل، يبيع يعني غراض منزلية اسمه ايكيا. هاي المنطقة اسمها لودينج زون، يعني 15 دقيقة تقدر توقف هنا بين ما تحمل الغراض اللي اشتريتهم، وصايرة قريبة على الاوردر بيك اب. ناخذ لنا عربة من هاي، اعتقد راح احتاجها هاي، جبناهن ويانا. اذا نسلمتهن هحول السيارة هنا يكون افضل، حتى اجيبهن مباشرة اخليهن. ولهذا السبب أنا أحب المينيفان. شوف لو عندك مينيفان كان خليتها بسهولة بالسيارة، ما تحير بيها هيك، تظل تجيبها منها وتوديها منها. The next day. شوفوا هذا المنظر إيش قد حلو قدامي. طبعا خابروني الشركة قالوا سيارتك جاهزة تقدر تجي، بس أنا لازم أروح يمة 24 hours fitness. يجي هذا بالليفت، هذا بالسيارة الكوريلا السوداء، مكملينها للسيارة. اليوم سووا 3 اشياء بالسيارة. اول شيء بدلوا دهن للسيارة، الشغلة الثانية سووا تاير روتيشن، يعني يغيرون الاطارات المكان مالتهم. الشغلة الثالثة بدلوا الدهن مال بريكات، يعني يسووا له فلاش ويخلون واحد جديد. هاي كلفتني 200 دولار بس، لانه تبديل الدهن والتاير روتيشن من ضمان الشركة. بس حبيت اشارك وياكم قصة صارت وياي. بنتي نرمين قالت لي اريد اشتري تلفزيون للغرفة مالتي. قلت لها اوكي انتظري خلي اشوف شنو التلفزيون اللي نشتريه، يعني ما نستعجل، وانا ما احب استعجل. يعني اكو خطة ببالي اشتري لها تلفزيون، بس يعني مو بالوقت الحالي، لانه عندي هواية اشغال لازم اسويها. راحت يم بيت جدها، فجدها اللي هو ابويا عنده صديق عنده تلفزيون للبيع، فجيت للبيت تاني لقيتهم جايبين التلفزيون وبيت جدهم وبالغرفة. المهم أنا ما شفت التلفزيون أصلاً، لأنه كنت كلش مضغوط ومشغول بهواية أشياء ثانية، عندي أولويات يعني. فخابرني ثاني يوم قال لي شفت التلفزيون عجبك؟ قلت له حقيقة أنا يعني ما فارغ للتلفزيون حالياً، يعني عندي شغل وأنا كنت مسافر بلوس أنجلوس، وعندي هواي اشياء مهمة اكثر من التلفزيون. يعني اكو خطة ببالي اشتري تلفزيون، بس حاليا يعني حتى مكان ما اكون خلي بيه التلفزيون. شفته قبل شوية الميز. قال لي اوكي، لانه صاحبه يريد فلوس.
قلت له خلي اشوفه يصير عندي مجال. ثاني يوم الصبح همين خبرني قال لي شفت التلفزيون هاي البارحة؟ قلت له لا ما صار عندي مجال لانه اني بلوس انجلوس حاليا همين يعني كنت مسافر عندي غراض اجيبهم من هناك. بعدين اليوم الصبح خبرني قال لي تريده للتلفزيون لو لا. فاليوم اللي صارت عندي فرصة واشوف التلفزيون لما طلعته من الباكس مالته طلع الصندوق يختلف عن التلفزيون. التلفزيون موديله قديم كلش من هذا اللي اول ما صنعوا ال HDMI من هذا اللي بيظهر يكون بالصورة لا مبين عليه تلفزيون من هذا الحديث وسعره تقريبا 700 دولار. خابرته قلت له ترى هيك هيك الموضوع. قال لي ماني انطيته فلوس للشخص هذا صديقه او يعني شخص يعرفه. قلت له مو قلت لك انتظرني خلي اشوف التلفزيون يعني اعطيني بس فرصة يعني مو هيك يعني تخنقني خنق انه. قال لي خلاص جيبه وانا راح اذبه وما في شيء. زين صارت هوسه. قلت له يعني مو مشكلتي يعني يعني تلفزيون هذا المفروض يتبرع بيه يعني لهاي المحلات ما تبرع. ما الان اشتري هيك تلفزيون ب 100 دولار؟ لا شغله ثانيه اني مو على مود الفلوس. انا داريت اشتري تلفزيون يكون هاي كواليتي 4K الترا اتش دي يعني يكون موديله حديث. حتى نرمين اجتني قالت لي بابا الريموت مالته يعني كلش كبير من هذا القديم. قلت لها ما اعرف بابا انا ما عندي مجال هسه اشوف التلفزيون هذا الحكي البارحه. فاليوم انصدمت وهسه لازم اودي لابويا على مود يودي الصديقه يرجع الهيا او شوف شنو يسوي بيه. انا اريد اشتري تلفزيون يكون يعني نوعيته زينه مثل ما ذكرت. هذا التلفزيون اللي عندي حاليا بالهول حجمه 55 هو بس شنو هذا 120 اطار بالثانيه يعني مخصص للجيمنج للبلاي ستيشن 5. الكواليتي مالته سينما. انا احب التلفزيونات الحديثه يعني من زمان كل ما ينزل التلفزيون حديث اشتري وما يهمني المبلغ مالته حتى لو يكلفني 3000 دولار لان اهم شيء بالبيت هو التلفزيون. على العموم هسه لازم اروح اوديه للتلفزيون للكاهون. خليناه بالسياره خلي اروح. شوفوا هذا وين واقف. هو اصلا هذا المكان اللي واقف بيه احمر يعني لحد هذا بولتراك يعني شوف. يا اهلا فادي طياره. يا هلا. جينا هنا على مود نشرب شاي وبنفس الوقت ناكل كيك. قبل 3 ايام اشتريت هاي الستره بس ما صار عندي مجال اروح استلمها فدزيت فادي استلم لي اياها. جاب لي اياها من ميسيز تقريبا صارت ب 500 دولار كلش حلوه. شوف قاعده ويا القميص. فادي عنده تكرمون احذيه قديمه فما يحتاجها فراح نتبرع بيها الى ترفت ستور اللي هو هذا. يا جيبهن خلينا نشوفكم شلون اللي عنده احذيه ما يحتاجها شلون يتبرع بيها. بعدكو هذا اسمه ترفت ستور اللي عنده ملابس عنده اغراض ما يحتاجها يتبرع بيها يجي ذبه هنا. راح يخليهن بالباب هناك بذاك المكان. طبعا هم هسه معزلين فحطيتهم بالباب حتى من يجون الصبح يفتحون ياخذوهم ويعرضوهم يعني للبيع. فيعني هيك هاي اكو شغلات حلوه بامريكا. فهسه سويت لهم بسطيه اول ما راح يجون طبعا راح يتفاجئون يقول لك هاي شنو؟ اول مره نشوف احذيه بالقاع. فهاي البسطيه يابا. واذا تحبون تجون الثريفت بالكترونيات باجهزه مستعمله اللي يريد يسوي دونيشن يحط اجهزه فتنباع ابهض الاسعار يعني بهضة الثمن كل شيء رخيص يعني. شوفوا جوا مثلا بايسكلات هواي شغلات. فهي هاي اسمها ثريفت ستور. حلو مكان على مين ستريت يم طربوش بصف طربوش. هذا المطعم من يومين يجي ناكل من عنده. وياك جعفر جاي انتظرنا. يلا طير. اجينا للداون تاون انا وفادي. فادي انا راح اذبك هنا بالداون تاون وراح اطلع اشتغل اوبر الظاهر اكو حركه. يا باي مشكلتك راح اطلع للشغل انا هسه اخوش شغل الساعه 8. شوف هذا الولد دا يشتغل هذا بصفك نازل يلا بي. تعال تعال معطوب هذا معطوب يلا صار اخضر اطلع. هاي بو عين هذا الولد هم معطوب. فادي راح يروح يشوف انه باركينج للسياره انطيت اياه لانه هنا بالداون تاون صعب نلقي باركينج. حلوه هاي السياره موستنج قديمه. ها شنو رايك جعفر بالتجمع؟ والله التجمع كلش حلو. ادري كان جبت البايسكل ماتي روح صور لنا فادي روح طش.
يلا. طبعا مسوين بايك ميت هنا، شوفوا كلهم اللي يحبون البايسكلات الالكتريك بايكس كلهم طالعين. هلا والله حبيبي، ضيفونا بيرة بس جعفر ما يشرب بيرة طبعا. طلع يعرف الدولمة. The domo, you gotta put a plate on top of it. You shake it like this. Shake it. Flip it. Flip it. Glob it. Pull it off, and the bottom. The burn part. The burn part. Yeah, the Zaytuna family. Zaytuna family. Yeah, they are. Corey's liquor store. Go to Corey's liquor store. I'm in Mexican. You have one. كلهم يقولون كل domo وهاي الشغلات. Love it. إحنا وين باركين؟ بني محترق هنا. بايسكلات كله. يلا. هسه راح نركب وراح نجرب هذا البايسكل، عجبني كلش. شوف هذا البايسكل الجبلي، حتى صاير عليه رمويل وهاي، لانه كان يسوي بيه اوف رودينج، يسوق يعني اوف رود. باعوا هذا شلون مسويه؟ واو، از ذات يورز؟ از ات يورز؟ از ات؟ اي دون نو. واو، فيرست تايم هير. انا حاليا في وسط المدينه بالداون تاون اللي هو الفيث ستريت شارع رقم 5. شوفون حاليا الساعه 9 بالليل. هاي شنو صاير؟ نروح نشوف. نروح نشوف. هاي البنايه اللي ورايه هاي اطول بنايه بمدينه سان دييغو، بنوها قبل 3 سنوات. هذا التمثال اللي ورايه مصمم بجميع لغات العالم، حتى اللغه العربيه اذا تشوفون حرف الهاء اللي موجود كل لغات العالم موجوده. كل ما اجي بهذا الشارع اشوف ناس ياخذون صوره بهذا المكان، فاقول ليش دا ياخذون صوره بهذا المكان؟ شنو اللي يخلي هذا المكان مميز؟ داري هاي الاحرف انا ما كنت منتبه عليها، كلش حلوه خاصه اذا تجي توقف هنا تشوف الانارج القويه. حلو المكان، عجبني والله. من تدخل جوا تشعر انه انت في شيء فخم. ونرجع على الميز مالتنا نكمله اليوم الثاني، وهذا المجرات الثاني كملته. هذا مكان المجرات، هيك راح يصير. الحلو بي انه انت تقدر تتحكم بالمجرات، تخليهم باي مكان تريده، بالوسط، بالزاوية، كلش حلو. انا راح اخليه بالزاوية، يعني هذا مكان ما عجبني راح اخليه اخر شيء. هذا البلاستيك ما يجي ويا الديسك، هذا شلته من الديسك القديم. هذا فائدته كلش كبير، هسه اشوفكم شنو فائدته. مثلا عندنا هذا الكيبل مال الكمبيوتر، نجيبه ندخله هنا، وبعدين هذا الكيبل كليته يجي يقعد هنا. واخيرا شباب كملته، ما جاي اصدق، يجنن. شوفوا شباب هاي المجرات، ماكو اي كيبلات جوا ولا ورا الكمبيوتر. شاشتين اني احتاج، وهنا همين عندي مجرات وبين النجوم. هو هذا اللي كنت اتمناه اني، الحمد لله والشكر من كملته. هذا الكيبورد شحن، الشحن مالته يطول يمكن 6 أشهر أو 7 أشهر الا اشحنه مره واحده. والحلو بي انه اقدر اتحكم بالصوت مال السماعات منه. اهم شيء انا عندي بهذا الديسك اللي هو مثل ما ذكرت لكم المجرات، يعني مثلا الغراض مال الجو برو راح يصير عن هنا. ربطت المايك الشور، هذا طبعا اقدر اتحكم به يعني على المكان اللي اريده، يعني بعيد او قريب. مثلا هذا اول منجر راح استخدمه للجو برو، كاميرات الجو برو والبطاريات مالتهم. شوف هنا نخليهن، بالمستقبل اريد اجيب لي فد حافظة تكون جوا، شفت يعني على الاونلاين موجودة تخلي بيها اغراضك يعني تحافظ عليهم. بس يعني هنا مو هو، لانه انا عندي 10 مجرات، 5 وهناك همينة 5. انا عندي كاميرتين جو برو، عندي هاي ال 11 وعندي هاي ال 12. كلش حلو، والحلو بي انه كلش عريض، يعني شفتوا من ركبته اني
شوف بعد لي وين اللي جوا طويل اقصد. شوفوا هذا المنظر ايش قد حلو قدامي. قبل شوية كانت تمطر. اقول لك السيارة كنت تلمع بيها وتنظفها دائما. شو مالك واهس؟ مبروك مبدل الجامع واصلية همين مخليه حلوة. الي انه كلش جوعان اريد واحد اتغدى. خليها السيارة هنا خلينا نطلع بالمركبة الفضائية لانه كلش جوعان اريد اروح ناكل مطعم نشوف لنا. الاولاد اكلوا بيجدهم جابوا لهم اكل دجاج وهيك شغلات. وانا بقيت بدون اكل لانه التهيت بالديسك وبالست اب. فادي سوقاني تعبان ان هو يندل اكثر من عندي. فادي يندل مطعم راح يودينا علي يقول فاتحينه جديد. شو اسمه؟ سندباد. سندباد خليه يروح علي نجرب الاكل مالتهم. سندباد وياسمين. سندباد لا يخاف. ايش دي يقول شنو هاي؟ سندباد. هاي الباب مالتك مفتوحه. هاي الباب شفط. وهذا السندباد. هاي الدول اللي مسافرها كليتها سندباد. وهذا المندي الزين على انغام حاتم العراقي. وشوفوا همبرجر ابو يونان والمندي لحم وهياته جعفر فلوق. شلون الاكل جعفر؟ بالعافيه. اقولكم باعوا الجيج زيرو ما بيها بنزين. هاي ليش 54 مايلز بيها بس؟ لا يلا جاز مي اب جاز مي اب. طلعنا من المطعم قامت تمطر. راح يبقى 3 ايام هذا المطر. لهنا وصلنا الى نهاية الفيديو. ان شاء الله عجبكم الفيديو. قبل ما ننهي الفيديو اكيد لا تنسون اللايك والاشتراك تفعيل الجرس تعطونا كومنت واشوفكم بفيديو ثاني. مع السلامة الى اللقاء.